خلال الفترة السابقة الحقيقة تحديداً بعدما وقفت كرة القدم ما بقاش في حد بيتكلم في أي حاجة وما عندكش أي أمر تتكلم فيه من النواحي الفنية. أي أول دعاء دايماً الواحد خلال من الرياضيين خلال هذه الفترة بيتكلم معاه أو بيدعي بيه هو إن يا رب كرة القدم ترجع، يا رب كرة القدم ترجع. ليه؟ علشان ترحمنا من حاجات كتير جداً جداً، حاجات كتير جداً لأنها بتحدث خلال الفترة السابقة في بعض برامج أنا بسميها برامج يعني لازم أعمل قصة أو حاجة معينة في البرنامج علشان أقدر أو ما يخص النادي الأهلي. طبعا أي حد عايز ينتقد ينتقد النادي الأهلي أو أي حد عايز يتشهر لازم يتكلم عن النادي الأهلي بشكل سلبي علشان يتشهر، خصوصا إذا كنت بتلعب في النادي الأهلي قبل كده. فالحقيقة البرامج دي أنا لقيتها كترت جدا خلال هذه الفترة وأنا عاذر الناس كلها لأن مفيش حد يتكلم في أي حاجة، مفيش حاجة تتكلم فيها. وأنا الحقيقة ما بكونش أنا كإسلام يعني ما بكونش مبسوط لما بطلع كل أسبوع أتكلم في هذا الموضوع، ولكن الحاجة اللي بشوفها بتخليني ببقى متضايق جدا من جوايا. يعني تخيلوا حضراتكم إن تجدد لوليد سليمان يقول لك الله ما أنت اديته فلوس. تجدد لوليد سليمان يقول لك الله ما انت اديته فلوس واديته فلوس كتير كمان. هم بيقولوا كده في نفس الوقت ما تجددش لاحمد فتحي او احمد فتحي ما يجددش. يقول لك لجنه التخطيط دي لجنه فشل ما جددتش لاحمد فتحي. بالعقل. طب اللي عارف موضوع احمد فتحي واتكلمنا فيه خلال الفتره السابقه ولسه هتكلم عنه عن موضوع احمد فتحي تحديدا وعلاقته الشخصيه بيا وعلاقتي الشخصيه بيه وهتكلم في موضوع مهم جدا ولكن بعد شويه. تجدد لوليد سليمان يقول لك ما هو بفلوسكم، ما انتوا جددتوا بالفلوس لوليد سليمان، طب ما هو اي لعيب في العالم بيجدد بفلوس يا جماعه، ولا دي جديده؟ طيب احمد فتحي ما يجددش يقول لك اصل لجنه التخطيط فاشله ما عرفتش تجدد لاحمد فتحي. على الرغم من الكلام اللي قاله كابتن احمد فتحي نفسه والكلام اللي قاله كابتن نادر شوقي وحضراتكم عارفين ملابسات الموضوع. ما هو ما عندوش حاجه يتكلم فيه، ما فيش حاجه تتكلم فيه، فاعمل ايه؟ أنا عايز الناس تتفرج على البرنامج ده أو عايز الناس تبص على البرنامج ده فأعمل إيه؟ هطلع أخبط في الأهلي، هطلع أخبط في لجنة التخطيط، هطلع أقول إن كلام مش منطقي من وجهة نظري هو كلام مش منطقي مع احترامي الكبير لكل اللي بيتكلم في هذا الموضوع هو كلام غير منطقي. لجنة التخطيط ومدير الفني ارتأوا إن يجب أن يتم التجديد لوليد سليمان ولأحمد فتحي. جددوا الوليد سليمان في 10 دقايق مش كلامي كلام نادر شوقي وموضوع احمد فتحي في النهايه احمد فتحي اعتذر وتمنت لجنه التوفيق لاحمد فتحي خلال الفتره اللي جايه. ادي الموضوع بمنتهى البساطه عرض وطلب او انا بعرض عليك كذا وحضرتك بتوافق او بترفض دي حاجه تخص اللاعب نفسه ما عنديش اي مشكله في هذا الامر. فاعمل ايه؟ لازم اطلع اقوم جاي مخبط ولازم اقول لي كلمتين هنا اخبط في لجنه التخطيط واخبط في الاهلاويه واخبط في الاهلي علشان الناس تبتدي تقعد تتفرج عليا. واضح جدا وانا نفسي كره القدم ترجع وترحمنا من الهبد اللي بيحصل. واحد تاني يطلع يقول لك ايه؟ اصله انا مره في احد البرامج يعني يقول لك ايه؟ انا مره رحت وكاله الاهرام للاعلان وقلت لهم انا عايز كذا 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 تعملوا معايا كذا كذا قالوا له لازم تكتب عن النادي الاهلي كويس علشان نديك اعلانات. تخيلوا حضراتكم الموضوع وصل لغايه فين؟ وكاله الاهرام او في الاهرام اللي دائما ما ينتقد النادي الاهلي داخل هذه الجريده العريقه التي لا تنظر الى اسم النادي ولكن تنظر الى انها الجريده الرسميه او من الجرائد الكبيره الرسميه في مصر ودائما ما ينتقد النادي الاهلي داخل هذه الجريده خصوصا في ظل وجود الكابتن حسن حمدي ويمكن هو طلع اتكلم في هذا الموضوع قبل كده واحد من اساطير كره القدم في مصر والنادي الاهلي واساطير الرياضه في مصر والنادي الاهلي كابتن حسن حمدي. تخيلوا حضراتكم وصلت لايه؟ وصلت ان هو يتكلم بهذا الشكل وبهذا المنطق. انا ببقى متضايق جدا لما بطلع اتكلم في الموضوع ده والله بجد يا جماعه ببقى متضايق جدا ولكن في حاجات بتبقى مستفزه وحاجات واضحة وصريحة واضحة وصريحة ان انت اعمل ايه؟ لازم اقوم جاي قايل كلمتين عشان انا اكمل في الموضوع اللي انا فيه. قصص ليس لها اساس من الصحة
ومجرد حكاوي بنملى بيها الهوا عشان اكمل واشتغل في قناه معينه او في حته معينه وعشان ارضي مجموعه من الناس. حاجات غريبه جدا الواحد بيشوفها خلال هذه الفتره. بينتقدوا الاشخاص بدون مبرر. بدون مبرر. يقول لك اصله كابتن محسن صالح بعيد عن النادي الاهلي بقاله فتره طويله. طب وايه يعني؟ كابتن محسن صالح قيمه وقامه كبيره جدا جدا في عالم كره القدم وفي النادي الاهلي. فالحقيقه حاجات غريبه جدا الواحد بيشوفها والواحد بيسمع عنها، ولكن انا ما بحبش اتكلم الحقيقه في هذه الامور، ولكن اللي انا شايفه بيخليني ابقى مستفز جدا من الكلام ده. ممكن حضرتك تنتقد النادي الاهلي، ما عنديش مشكله انتقد النادي الاهلي، ولكن انتقد في ان يعني ممكن تقول ان الاهلي عمل كذا او ما عملش كذا في موضوع احمد فتحي كذا، ولكن بتتكلم تقول حاجات عكس بعض. يعني النادي الاهلي جدد لوليد سليمان، ما هو جدد بفلوسه. طب ما هو احمد فتحي ما جددش. احمد فتحي ما جددش، فشل لجنه التخطيط. حاجه غريبه جدا. طب واحد جدد وواحد ما جددش، موضوع عرض وطلب، هات وخد. وفي النهايه اللاعب هو من يقرر مع النادي. حاجات الحقيقه بنسمعها، الله يكون في عون الجمهور، الله يكون في عون المشاهد الحقيقه خلال هذه الفتره، لانها فتره صعبه جدا. ولكن انا ثقتي كبيره جدا في جمهور النادي الاهلي، وعارف كويس جدا ان هم لما بيتفرجوا على مثل هذه الامور بيعرفوا يقيموا كويس جدا اللي بيتقال. حاجه بتتقال عكس بعض في برنامج واحد مع ضيف بيقول عكس بعض، كلام بيحصل عكس بعضه. وليد ما جددش اصل احمد وليد جدد اصل احمد ما جددش، هنا بفلوسه وهنا اصله مش عارف ايه، لجنه فاشله. كلام غريب جدا وكلام عكس بعضه. الله يكون في عون المشاهد المصري خلال هذه الفتره.